نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة السعادة بكفر الوكالة شربين بالدقهلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للأمومة والطفولة. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة السعادة بكفر الوكالة شربين بالدقهلية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للأمومة والطفولة. شملت الفعاليات توزيع هدايا الأطفال وأنشطة ترفيهية وتوعوية، كما شملت الفعاليات إفطاراً لأكثر من 1000 شخص من الأسر الأولى بالرعاية. النهاردة يوم من أيام السعادة، بتنظمه مؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة ومركز مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الثقافة. النهاردة في عندنا فعاليات وأنشطة ترفيهية وأنشطة توعوية، بنوعي الناس بمخاطر التدخين والإدمان. عاملين أنشطة ترفيهية للأطفال، رسم البهجة على وشوش الأطفال. احنا موجودين داخل قرية كفر الوكالة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة السعادة. احنا موجودين مع الناس النهاردة بنعمل اللي هي الإفطار الجماعي، وطبعا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتواجد بتاعنا. احنا بنحاول نستهدف أكبر عدد داخل القرية للتوعية بمخاطر إدمان المخدرات. هدف عظيم يتحقق من تنظيم قوافل السعادة من خلال إدخال البهجة والسعادة على قلوب المواطنين وإسعاد الجميع. بنشارك النهاردة فعاليات قوافل السعادة ضمن حياة كريمة. المجلس القومي للطفولة والأمومة بيشارك، بنعمل توعية للأطفال بالخدمات اللي بيقدمها المجلس للأطفال وبخط نادي الطفل بالخدمات اللي بيقدمها للأطفال، بالإضافة للتوعية اللي بنقدمها للأطفال في المشاكل اللي بتواجههم من مشاكل العنف والتنمر ومخاطر الانترنت. بنعمل لهم توعيه عن طريق بعض الانشطه الترفيهيه زي ما حضرتك شفت من شويه. اليوم ده خصيصا علشان ابنائنا النشء الصغير ان هو يشارك ويبقى من صغره عنده وعي وعنده معرفه بايه اللي ممكن يكون صح وايه اللي ممكن يكون غلط. بنشوف كل الخير عن حياه كريمه النهارده. حياه كريمه بقت منتشره النهارده عندنا بصوره جميله جدا جدا. الحياه كريمه احنا كده الحمد لله جميع كل الحاجات بالنسبه للحياه كريمه كملت، بالنسبه للصرف، بالنسبه للميه، بالنسبه للغاز، بالنسبه للنت، كل حاجه بقت تمام الحمد لله. فعاليات عده تتضمنها قوافل السعاده تشمل انشطه ترفيهيه وتوعويه بالتعاون مع عدد من المؤسسات، بالاضافه الى توزيع جوائز مختلفه على المواطنين والاطفال.